كثف فريق الكاراتيه في نادي الاتحاد تدريباته تحت قيادة الكابتن عماد المجرحي، وذلك استعدادا للاستحقاقات القادمة، فيما أكد المدرب الكاراتيه أن التدريبات الفرق تجري على قدم وساق استعدادا لبطولة ليبيا المقبلة والتي من المتوقع أن تقام خلال الشهر القادم. وأشار المجرحي أن التدريبات وضع لها برنامج تدريبي قوي للاعبين لرفع معدل اللياقة البدنية والمهارية والتركيز على الجانب الفني والنفسي لخوض البطولة والصعود إلى منصات التتويج التي لم يغب عنها أبناء العميد في ظل وجود كوكبة متميزة من اللاعبين. كل التوفيق لكاراتيه العميد.